السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا علا ان شاء الله تبقوا دايما بصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين طول العمر. انا النهاردة جاية اقول لكم على فكرة جميلة قوي، ان طبعا ان انا اليومين الجايين ان شاء الله بإذن الله هعمل لكم لانشون وهعمل لكم جبنة اللي هي بتدهن للسندوتشات، سموها كيري سموها كريمي، المهم ان هي الجبنه دي بتبقى غاليه قوي، يعني كوبايه قد كده عامله مبلغ وقدره. فهي واحده النهارده قابلتني وبتقول لي انا عايزه جبنه وعايزه سندوتشات عشان اولادها والمدارس وكده، قلت لها ماشي. فانا بنوع عن حاجه جميله قوي، ان انا اللانشون بيتحط فيه جبنه اللي هي المثلثات، فطبعا الجبنه بقت غاليه قوي، فاحنا هنعمل من الجبنه اللي هي الكيري هنعمل منها اللانشون. يعني مش هنشتري جبنة كيري او جبنة كريمة عشان نحطها في اللانشون، لا احنا هنعمل الجبنة الكيري او الجبنة الكريمي علشان احنا بعد كده هنحطها في اللانشون. يعني انتوا تابعوني الايام الجاية ان شاء الله، فاحنا هنحاول بدل ما نشتري الحاجة من برة، لا احنا هنعملها في البيت وكمان هنستفيد منها ان شاء الله. فبإذن الله للأسف كمان اللبن البودر غلي جدا، يعني أنا رحت أجيب شوية حاجات بس لقيت إن اللبن البودر غلي بطريقة رهيبة، يعني فالواحد بيقول الحمد لله. فعلى قد ما نقدر احنا هنقدر نعمل حاجتنا ببيتنا وهتبقى حاجة سلسة وبسيطة جدا، وإن شاء الله التكلفة اللي هتبقى بره احنا هنحاول نقللها مع بعض في البيت إن شاء الله. فأتمنى دايما لكل حاجة بقدمها لكم تكون مشاهدة طيبة وتكون ان انتوا بتستفيدوا منها ان شاء الله. فدايما شجعوني علشان اقدر اقدم لكم الجديد، وبعدين انا بقدم لكم الحاجة بكل اسرارها، انا مش بشيل اي سر، انا بقول لكم كل اللي انا اتعلمته في الدنيا بقوله لكم بما يرضي الله، لان في الاول وفي الاخر اللي بيتعلم وبيقول حاجة عملها وبيفيد الناس كأنه بيفيد في الأول وفي الآخر ربنا. فأنت بتتعلمي أو بتقولي حاجة وصفة وليها بأمانة، مش لازم أن أنت تخبي، أنا بعتبر أن أنا ببقى معاكم في البيت، فبقول لكم حاجة أي حاجة بقولها لكم بأمانة على أساس أن أنتوا تستفيدوا منها. فبجد أنا يعني بجد مبسوطة بيكم جدا، بس عايزة تشجيع أكتر من كده علشان اقدر افيدكوا اكتر. وانا عملت برضو الشوكولاته دي بناء على مدام كريمه، هي كانت عايزاها لاولادها وقالت لي ان برضو الشوكولاته اللي بتاعت الدهن دي بقت غاليه جدا، فاحنا عملناها بطريقه بسيطه جدا وسهله وما كلفناهاش، يعني الحمد لله بقت حلوه وجميله. فدايما تبقوا معايا وتشجعوني ان شاء الله، ويبقى في احسن واحسن ونبقى دايما في تقدم. انا بحس ان انا لما بعمل حاجه كان اللي بتبقى معايا في البيت بتعمل معايا، وبحس ان انا لما بتقدم في وصفه وبتبقى ناجحه كاني بجد اللي في البيت برضو بتبقى نجحت معايا، لان انا بعملها بناء على اللي قاعده معايا في البيت. انتي بوصل لك رساله ان انت تعملي الحاجه دي سهله وبسيطه، وبدل ما تشتريها من بره انت هتعمليها في بيتك هتبقى سهله وبسيطه. يعني الطحينه دلوقتي بقت غاليه جدا، انا عملتها لك برضو بسيطة جدا ما كلفتش حاجة، فانتي دايما اعملي الحاجة في البيت هتبصي تلاقيها سهلة وبسيطة وبتوفر معاكي. فان شاء الله دايما كل حاجة سهلة وبسيطة واحنا مع بعض، وهنبقى احسن واحسن ومش هنشتري حاجة تاني من برة بإذن الله. وربنا ييسر وكل حاجة ترخص بس شوية علشان نقدر كمان نعمل اللي احنا ايه عايزينه ويكون بطريقة سهلة بإذن الله. وشكرا لكم كلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.